ايوه من بانوراما نحييكم ونقدم إليكم بانوراما. مساء الخير. نبدأ مع العناوين. مظاهرة لمناصري الأحرار تستقبل عون في الشوف. الاستراتيجية الدفاعية إلى الواجهة من جديد. قانون منع التدخين في الأماكن العامة هل سيبصر النور؟ والآن مع التفاصيل. مساء الخير والنور والبنور. منظمة الثقافة العالمية تدرس الآن مشروعاً في الأمم المتحدة لضم لبنان إلى عجائب الدنيا السبعة غير الطبيعية، لأنه فعلاً لبنان بلد غير طبيعي وعجيب وغريب وما في مثله. من هي المعارضة؟ من هم الموالاة؟ من مع من ومن ضد من؟ من الحاكم ومن المحكوم؟ أسئلة تتوارد في ذهن المواطن اللبناني والأجوبة غير متوفرة، فالتحالفات تتشقلب والمواقف تتعركش، وبالدارج ما بقى معروف تحالف مين بموقف مين. أخصام الأمس أصدقاء اليوم، وأصدقاء الأمس أخصام اليوم، وأنا وابن عمي على خيي، وأنا والغريب على ابن عمي. أما المواطن عينه على مستقبله وعين تاني على الجور التي في الطريق أحسن ما يكسر سيارته، ويا عين صبي دمع. ذهب وأخيرا الجنرال عون إلى المختارة لاستكمال وتعميق المصالحة في الجبل، وبينما استقبل بالورود من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلا بزعيم وليد بيج مبلاط. بالمقابل أنصار حزب الوطنيين الأحرار كان لهم موقف آخر قريب من القرف. التفاصيل مع زميلتنا سوسو دخيل مباشرة من دير القمر، ونحن والقمر جيران. إليك سوسو، زمان ما بينتي معنا، تفضلي. إليك سوسو. لا بالجبل لا بالشوف. نعم قد تفهم، نحن موجودين بدير القمر أمام مدفن آل شمعون، وطبعا مناصري حزب الوطنيين الأحرار محتاجين، ما بنعرف على شو محتاجين، ولكن نحن هلا أنا وياكم رح نعرف تماما. مرحبا، يعطيك العافية. أهلا أهلا. فينا نعرف لشو هالمظاهرة الكبيرة؟ نحن بدنا نقول شغلة واحدة، إنه نحن موجودين هون قدام المدافن، ونحن بدنا نقول شغلة كتير أساسية، إنه إحنا مع الرئيس دوري، والرئيس دوري بدنا نربيه بحجرة. أوكي. ممنوع حدا قرب صوبت. شكراً. ميرسي. سوري بس حضرتك. إحنا منقله للجنرال إنه ما يفكر يمرق علينا. ما رح نخلي مرقها. ليش؟ لأنه لو كان هو جديا قاصي، كان أول ما أجا من فرنسا، أجا من 2005 ما زارنا هون وعملنا إياها فولكلوريان، ما رح نقبله إياها. ويعيش رئيس دوري. أوكي حبيبي. أول سوري سوري حضرتك. نحن بدنا نقول له شو جاي يعمل هون. هون فيه، شوف شو فيه هون، ما عبر جامعيني فيه. روح يفتش على غير، روح يفتش بغير محل، على غير محل. نعم حضرتك. هيدي يا ست، هيدي كلها الزيارة الفولكلورية، هيدي الزيارة هيدي للتوظيف السياسي، معروف مكشوفة انه هيدي للتوظيف، للتوظيف السياسي. كلها هيدي الزيارات ما بنقبل فيها، لأنها كلها هيدي للتوظيف السياسي. طيب لحظة، في مجال حضرتك بعد عندك شي تعليق على الموضوع؟ ايه انا عندي تعليق اخير بدي وجه له اياه للجنرال، بدي اقول له اياه شغلة كتير واقفة وصريحة. معليش، إذا بده يجي يزور المدافن ويزور قبر الرئيس داني الله يرحمه يشوفه ما في مشكل، بس ما يخلي كميل يشوفه. إذا شافه كميل بده يعمل قصة كبيرة لحاله. طيب إذا بتريدوا فيني أسألكم أنا سؤال؟ تفضلي سؤال. ليش كلكم نفس الصوت؟ لأنه كلياتنا مع الرئيس دوري. طبعاً الرئيس دوري قلباً وقالباً مع الرئيس دوري. لكن مثل ما شفتوا مشاهدينا، أطف كانت معكم عزيزة دخيله بيننا مع دير القمر. لا بالشوف لا بالشوف جنرال، ما بدنا نشوف. شكراً سوسو.
في جميع بلدان العالم يوجد استراتيجية دفاعية واضحة وصريحة تمارسها الدولة، أما في لبنان فحدث ولا حرج. الاستراتيجية الدفاعية تصبح استراتيجيات، والاستراتيجيات تصبح مواقف، والمواقف تصبح على خير. وبما أنه السياسيين والمسؤولين لم يتفقوا على استراتيجية موحدة للبلد، لنرى في هذا التقرير ماذا يحضر منتخب اللبناني والمدرب تبعه بكرة القدم من استراتيجيات دفاعية للسيطرة على الدورة الإقليمية التي سيشارك فيها لبنان رغما عنه ودون توجيه دعوة رسمية له. من أرض المعركة، عفوا الملعب، نتابع سوسو مع هذا التقرير. إليك سوسو. نعم نعم قاطف، نحن موجودين اليوم لحتى نعرف من كوتش منتخب لبنان شو الاستراتيجية الدفاعية اللي عم بخططوا لها اللعبة. كوتش، لحظة حبيبي. لبنان لبنان، مرحبا كوتش، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، الله يعافيك يا هلا كوتش. فينا نعرف منك شو الاستراتيجيه الدفاعيه اللي عم تخطط لها؟ هو بصراحه يعني هيدي الخطه وضعناها هالمره لانه قررنا هالمره نحن منهج. نعم عرفتي كيف؟ وانا ككوتش منتخب لبنان مثل ما شايفين، اذا بدك خليها الكاميرا تصوي لانه هلا بدي بلش اعطيهم التعليمات كيف راح تكون الخطه الاستراتيجيه الدفاعيه كيف راح تكون. نعم. اذا بتحبي فيكم تصوروا. اكيد اكيد، شكرا لك. مرحبا كابتن. مرحبا. مثل ما تعرفون الكابتنين موجودين معنا. نعم. خطتنا هالمره راح تكون يا شباب، تفضل كوتش، خطه دفاعيه استراتيجيه دفاعيه بقوه محكمة. بالنسبه للهجوم هالمره نحن ما راح نعمل هجوم، راح نترك الفريق الخصم، هيدا الفريق الخصم، فريق خصم كتير بدي بس لكم عنه، فريق شرس، فريق نجس، فريق يعني مجرم. أوكي. فريق مجرم. أوكي. نحن هون رح نكون باستراتيجيتنا الدفاعيه بدنا نصد اي عمليه هجوم، اي عمليه هجوم بده يقوم فيها هذا الفريق الخصم، خلينا نسميه فريق الخصم. كيف رح توزع على الملعب؟ كيف رح نتوزع بالنسبه لتوزيع اللعيبه على الملعب؟ نعم. بالنسبه للتوزيع للاعيبه على الملعب راح تكون بالشكل التالي. نعم. ايه على خط الهجوم انا باخذ هجوم. لا انت ما فيك تعمل هجوم. انا اللي بعمل هجوم. مزبوط. انا اللي بعمل. باخذ وينج يمين؟ لا، الوينج اليمين انا راح اكون على الوينج اليمين. أوكي. انا باخذ الوينج الشمال. انت ما بتاخذ شيء. كوتش. وينج الشمال انا بح. انا نعم. كوتش اعطيني وسط، انا باخذ وسط. لا ما فيك تاخذ وسط، انا مستلم الوسط كمان. طب بالنسبه للاعب الليبرو بين الوسط الليبرو وبين... انا راح اكون الليبرو دفاع. متحرك كوتش. نعم باخذ دفاع انا. لا ما فيك تكون دفاع. أوكي. انا راح اكون دفاع كمان. انا راح اكون دفاع نص. أوكي. دفاع هاف باك يمين وهاف باك شمال. اوكي يبقى الجولر. ناخذ جولر. انا الجولر. طب لحالك انا الجولر. عفوا كوتش بس لحالك. لا انت ما حدا طلب رايك. لا بتصيب الهدف. لا لحظه لحظه لحظه، انا طلبت رايك شيء يا ابني. لا بس عم ما فيك عندك شيء تقوله؟ لا اذا كنت انا طلبت رايك. لا ما تحكي. كيف بدك توصل؟ ما فيك. لا ما فيك تقول شيء. هاي استراتيجيه دفاعيه راح تصير، انا راح اقوم بكل المهمات يلي مفروض انا من واجباتي اعملها. انتم بتكونوا بالخطوط الخلفيه. كوتش كوتش اذا انتم بالخطوط الخلفيه، خليني اقول لك شيء، اي صده، اي شوطه بتجي من فريق الخصم. نعم. بتقطع عني. ايه؟ انتم بتصدوها. ما صدنا. اي اعتبر مثلا فريق الخصم، انت بدك تسكر تمك بس كون عم بحكي. نعم. ما تاخذني، انت تطلع واقفه ما تاخذني. ايه على الطابه في حال الهجوم قدر قطع علي، في حال قدر قطع عني، انتم بتكونوا بالخطوط الخلفيه عم تردوا عني كمان. اوكي عم تفهم علي؟ ايه. عندك سؤال يا ابني؟ رئيس الفريق ما كنا بناخذ رايه بالموضوع؟ ما في رئيس. انا رئيس الفريق. رئيس الفريق قصدي رئيس النادي. رئيس النادي؟ كوتش سؤال. بس كون انا بس كون الكوتش موجود. كوتش. ما فيك تحكيني، انا على الارض. كوتش سؤال فني. انا على الارض، ما فيك تقول لي رئيس النادي. طب اذا بتكون واقف انت على ميلة المرمى عنا وبدك تشوط، كيف معقول توصل على الهدف تبعهم؟ ما فيك توصل على الهدف. أنا يا حبيبي مش بس بصيب الهدف، أنا فيني صيب ما بعد 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 الهدف. أنا فيني صيب الجمهور إذا بدي. إيه؟ طيب طيب كوتش. أنا فيني صيب الجمهور، أنت ما بتعرفني. طيب طيب كوتش. طيب نحن ورا شو بنعمل؟ أنت بس بتصد أي هجمة فلت، يعني إذا بدك تعتبر نسميها فلت عندهم شي هجوم. أيوه فلت له شو، عرفت؟ قطع عني أنا غفلته.
انت بتصد، انت شغلتك تصده. تخيل ما تصده. لا لا ما كلنا منتخب لبنان. ايه وتعاون، عم نتعاون كلنا سوا، كلنا سوا، كلياتنا، كلنا بايد وحده، بايد وحده، كلنا بقرار واحد، لبنانيه مع بعض ناخذ القرار، انا اللي بقرر. اوكي، يعني بنفهم من حديثك كوتش انه التدريبات والخطه الاستراتيجيه كلها انت فينا نعتبر انه استراتيجيه دفاعيه لمنتخب لبنان السنه راح تكون محكمه، ونحن فينا نوعده لفريق الخصم انه ما كثير يكبر راس، لانه نحن اكبر راس من كسر. والبطوله، شكرا لكم، ان شاء الله الف 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 مبروك متابعات. عاطف ما فينا نزيد شيء عن اللي قاله الكوتش. كانت معكم اساسا دخيله بانوراما نادي اولمبيك. كنا من أرض المعركة أو من الملعب مع الزميلة سوسو دخيلو، والآن وقفة قصيرة مع الإعلان، وبعد الفاصل نتابع مع قانون منع التدخين في الأماكن العامة. دعيات دعيات. بعد الفاصل ونتابع بانوراما. لبنان يعاني من مشاكل في الكهرباء والمعيشة والطرقات والمياه والبطالة وهجرة الشباب. لهذه الأسباب قرر النائب عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة النيابية إعداد مشروع قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة. فالتدخين مشكلة أهم من البطالة والهجرة والكهرباء والمياه، ولكن هل سيبصر النور هذا المشروع؟ تقرير أيضا وأيضا لسوسو دخيلو. إليك سوسو دخيلو. نعم قاطف، نحن موجودين هون هلأ لأنه ناطرين عم بينعقد جلسة مع وزير السياحة ووزير الصحة كرمال موضوع التدخين، ونحن بانتظاره. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إذا بتريدوا نحن بدنا نعرف منكم شو صار بالاجتماع. يعني والله كان يعني حضرتك كوزير السياحة. نعم أنا كوزير السياحة، يعني كان عم عادنا اجتماع بضمن قصة هو الاجتماع أصلاً. نعم حضرتك كوزير الصحة شو صار؟ هو الاجتماع عقد لأجل البحث في عملية توقيف التدخين بالأماكن العامة ومنع التدخين منعاً باتاً بالأماكن العامة. بس ما نعم. ما بعتقد رح تزبط. لا هذا القرار بده يزبط، لانه ما راح يمشي الحال الا ما يمنع التدخين بكل المحلات وبكل الاماكن وين ما كان. يا معالي الوزير ما حكينا فيه، نسينا حكي فيها كذا مره هيدي الشغله. ما انا كوزير سياحه يعني بلدنا ما توخزيني انه عشو قايم على السياحه، ما توخزيني. نعم للاسف يعني. نعم بس انه طب اعتبري مثلا هالسواح بده يجوا لعنا، شو عنا نحن غير سهر؟ بروح بده يروح يأرجلوا كذا. طب ما فيك تشيل الأرجيلة من السوق، ما فيك تمنع الأرجيلة. هيدا النظام، هيدا النظام، هاوي يعني الناس عم تشتغل فيها، حاطه دم قلبها وجنى عمره فاتحين قهاوي لحتى الناس تأرجل. ما فيك تيجي تقول لهم بلا أرجيلة، بلا أرجيلة. بيتعودوا، كل دول العالم عم يوقف فيها التدخين بالأماكن العامة وعم يمشي الحال الناس، وعلى اللي بده يدخن بدخن برا، يروح يدخن وين ما بده، يدخن برا بدخن ببيته وين ما بده. الأماكن العامة ممنوع التدخين، وهذا قرار أخذناه وراح يمشي. طب أمتى راح يمشي مفروض؟ هلا مفروض يمكن ما نمشي فيه. لقلك ليش؟ لأنه مش مزبوطة مع الوزير كمان. يا تسلم لي يا حبيبي، يعني اعتبر حالك سهران أنت وحامل كاس بإيدك وبقلة سيجارة، ما يعني معقول ترقص يا معالي الوزير؟ لا معلش ترقص، خلي والأرجيلة يا حبيبي، اعمل اللي بدك إياه، اعمل اللي بدك إياه، بس المهم إنه هذه السيجارة بدها توقف. هذه السيجارة ما فيك توقفها يا معالي الوزير. صحة الإنسان هي أبدأ من أي على راسه صحة الإنسان، بس هذا إنسان صار يعني للأسف خلص مدمن على السيجاره، ما فيك توقفي له السيجاره. يا عمي ليش بتطلعوا لنا بكل شغله انتوا وللتاني؟ واحد عم بيحكي عم ينظم شغله لها علاقه بحياته بصحه الانسان، تجوا انتوا بتكون تشقلبوها فوقاني تحتاني. ليش عم تسووا هيك بهذا المواضيع كلها؟ ليه ما مش عم بعصب؟ ما تعصب. ما عم بعصب انا، بس هو الموضوع بده يمشي هيك مثل ما عم بقول. ما في يمشي سياحه وما سياحه يا الوزير، ما في يمشي. معقول ما نحن بلدنا هي مع السياحة وعم نايت كلابات وعلى البابات؟ معقول تنزل تاخذي كاس بدون سيجارة يا خيي؟ ايه فيك تاخذ كاس بدون سيجارة، شو المشكلة؟ ما بتزبط يا معالي الوزير. دخل حكي لك شو هالحديث هيدا؟ لحظة معالي الوزير، بس حضرتك تفضلي عم بدخن، هذا معالي وزير الصحة وعم بدخن.
كيف بدك تقطع يعني؟ كيف بدكم تقطع؟ بدك تعصبني طلعني من تيابي ما شايفتي عم نقول له انه التدخين التدخين ممنوع وبيضر بالصحة. نعم خلص خلصنا من ال فإذا شفتك عم بدخن؟ عتيف فإذا مبين إنه معالي وزير الصحة ووزير السياحة مانا متفقين إنه يوقفوا التدخين وإنه ما يوقفوا التدخين وأكيد غيرن كتير. كانت معكم أساسة داخلة بانوراما بيروت. رح يمشي القرار رح يمشي المشروع. هي مشروع منذكر بعضنا يا معالي الوزير. منذكرهم يا معالي الوزير. منذكر بعضنا أنا بقول لك. تفضل يا حبيبي تفضل. شرف. شكرا سوسو. هذا كل شيء من بانوراما لهذا الأسبوع. شكرا لإصغائكم. ولبنان ما بيركع والحق ما بيموت. إلى اللقاء.